مرة الزارع خرج يزرع، وبعدين خرج الزارع يزرع يزرع زرع كبير، قام شايل فوق كتفه البذرة ومشي مشوار كبير. طيب مشي مشوار كبير عالطريق وهو ماشي، وعشوية مش كتير جت طيور السما سو 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 كلتهم ورجعت تطير. طب والباقيين في شوية وجعوا في وسط الشوق، شعري حسب التلوث. المهم طلع الشكر خانجو التالت وجع في أرض حلوة. طيب ايه اللي وجع في الصحراء؟ والله لو قلت لهم ايه راكبين اتوبيس الغابة لاخر المشوار، ما علينا وجع لك يا عالمين. في ناس مهما الواحد قال لهم ربنا بتاع ما عملهمش ربنا. اولادي الهلاك لهلاك ما دوين. وناس تاني الكلمة الله يطلع علاج اصحاب السوء، تعالى بص رجلين بنات ولا دي ايه اللي جوه اللي لابسه ده، يا ترى هي من تحت ابيض ولا سودة ولا مكعورة ولا بيتخيل يعني، حتى لو ايه هيتخيل. والانسان اللي عينه بسيطة لو واحدة بما يوبكين قدامه، ولا انا اليهود عينه بص في الارض ما مش بيمثل ولا بص لا اللي هو طلع على كده. الترانيم اللي احنا بنحفظها للاطفال اما الله او الشيطان واحد بس مش الاتنين، ما ينفعش ان ربنا يسكن فيه نور وضلمة جواك يا ربنا يا الشيطان. بتطلع الطفل وهو طلع كده، الاباء اكلوا الحصرهم وابنهم يتدرسون، واللي كلوا لوز عيالهم ايه بيتهنوا، اللي وكلوا عيالهم الفلة علموهم ربنا، اللي علم ابنه يتبلطج وحرام يخطف وينهب ده انسان ملعون ابنه هيتذبح قدامه، وسنرى عدل الله. طيب يبقى هنا بنقول ان البذور اللي وجعت في كل حته، اللي طلع في وسط الشوك اصحاب السوق، ادي مثل. تعال نشوف المثل اللي بعديه اللي هو العذاره في خمسه حاكمات وخمسه ايه جاهلات. الخمسه الحاكمات واخدين بالهم من روحهم قوي، الخمسه الجاهلات قال لك ايه احنا نقعد احنا مسيحيين بقى بنروح الكنيسه وناموا في الخط. ناموا فين؟ في الخط. نبص نلاقي ايه الحاكمات واخدين بالهم ومجهزين زيت وكل حاجه، جه العريس واغلق الباب يخبط عليهم الدنيا ظلمه، هات العريس وبتاع عايزين زيت. اجيب لك ليه؟ انا عملي ليا انا، انا لما بعمل عمل حلو ليا ولا لغيري؟ اللي بيعمل عمل قذر ده ما يحصده اللي هو يفلت، ما ربنا لن يفلت الشرير ومصر أخربة. كلمة ده ربنا قالها في بابل لدانيال النبي. إن ليه مصر النبوتة؟ مصر كانوا بيدرب المجرمين في السجن عشان يطلعوا يقتلوا ويعملوا ويعملوا ويعملوا، ولك ده هم ويلبسوا بقى ناس تاني يقتلوا الأهلي ويجيبوا ناس تانيين. أيوة بلطجة وشبيحة، هيقولش إن هم عبرياء بس ما قتلوش، ونعدم 21 تاني ويوم يقتلوا بعض ودول يقتلين. بص احنا قتلنا، الشيطان مبسوط بيطير طيران. طبعا طبعا زي سفر الرؤيا 17 ارميا النبي اصحاح 2 ارميا النبي 3 عندها مائدة الشيطان، عايزة من كل الاديان تقدر تقرا في المسلمين وبعد كده تدور علينا احنا تقول لك ايه اكشكشهم. عمرو موسى قال، شيخ الازهر قال، هي قالت. المهم لا انا عايز اقوله اللي واخد باله من نفسه وبيعمل حلو هياخد جزاءه عند ربنا حلو، اكرم الذين يكرم. اللي اتدهور على عينه ما عملوش زيت، جه العريس اغلق الباب ذهبوا الى ايه؟ الى هاوية وبئس المصير. خلاص الكلام ده ناخد بالنا من نفسه زي ما بيقول فلسطين، دير بالك على حالك. هو ما دارش، المصيبة ان هو لا عنده صلة رحم ولا اهل ذمة، وبتكشكشوا على اليهود ولا لحم ودمه بدل ما ياخد منهم معونه ويبقى بني ادم ويبقى ويبقى. لا يعني احنا كل ما يجوا طالعين والناس كلها عارفه ويضحكوا، كل ما يجوا مطلعينهم وخاصه كمان تحت العيد قالوا يا مصر افتح لنا المعابر وجهز الامن، تروح هي ايه